السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا اخواني الكرام ملفات مهمة جدا للدائرة لكشف معادن عمق 3 أمتار. خلينا نبدأ على طول ونوفر وقتكم ان شاء الله تعالى. نبدأ بأصغر الملفات المعتمدة والمجربة، وانا جربتها شخصيا. قطر هذا الملف 16 سنتي. هذا الملف عدد لفاته 11 لفة. قطر السلك بيكون نصف ملي. اللف بيكون باتجاه السهم يا اخوان، زي ما انتم شايفين باتجاه السهم. خلينا نذكركم انه اللي ما بتوفر عنده قطر سلك نصف ملي ممكن يجرب، او تنجح ان شاء الله تعالى على 4 بالعشرة، 6 بالعشرة، 7 بالعشرة ايضا تنجح. المهم عندنا يا اخوان نذكركم انه الدائرة تبعتنا هاي بتبث موجة على 100 كيلو هيرتز، يعني 100 كيلو هرتز بتحكم بالتردد عدد اللفات. طبعا مش شرط 100 كيلو هرتز، ممكن من 80 الى 110 كيلو هرتز بيكون عندنا العمق ممتاز ان شاء الله تعالى. الان خلينا نروح، طبعا رحنا نتحدث بالتفصيل عن العمق وعن الدائره ان شاء الله تعالى. خلينا نروح على الملف الثاني نفرجيكم اياه. هذا الملف اللي قدامنا ملف قطره 30 سنتي، بيجيب عمق طبعا لحد الاقصى العمق هذا الملف متر وربع حقيقة، ممكن بيجيب، انا كاتب متر لكن ممكن بيجيب متر وربع لغاية متر وربع. قطر الملف 60 سنتي، اتجاه اللفات زي ما انتم شايفين. سلك المستخدم هو نصف ملي، زي ما حكينا ممكن نستخدم 4 بالعشرة، 6 بالعشرة، 7 بالعشرة وبرضه يستجيب معنا. 7 لفات عدد اللفات للسلك في هذا الملف اللي قطره 30 سنتي. الان معنا الملف الثالث. الملف الثالث يا اخوان عرضه زي ما انتم شايفين العرض بالسهم الاحمر اللي قدامكم الان والماوس عليه. هذا الملف قطره 30 سنتي بالعرض زي ما هو قدامكم، لكن طوله 60 سنتي. زي ما انتم شايفين خشبي هذا الملف، بيكون خشبي بالعادة وممكن بلاستيك نستعمل اذا وجدنا. قطر السلك المستخدم معنا اللي هو نص ملي، ممكن نستعمل 4 بالعشرة و 7 او 6 بالعشرة و 7 بالعشرة ملي وبينجح ان شاء الله تعالى معنا. حقيقة هذا الملف عمقه تقريبا متر وربع وممكن يوصل لمتر و40 سنتي. خلينا نشوف الملف اللي بعده اخوان الكرام. الان يعني الملف المربع جربناه وشفتوا تجربته، وطبعا والملف باقي الملفات شفناها على فيديوهات سابقة، لكن راح ان شاء الله تعالى نحط رابط للموضوع في الصور، وراح نحط روابط الفيديوهات التجارب لهذه الملفات، تجارب عملية. والآن خلينا نتحدث عن هذا الملف المربع اللي هو مربع 60 في 60 في 60 في 60. السلك المستعمل نص ملي، عدد لفاته 4 لفات. عمق هذا الملف أو العمق الأقصى ممكن يوصل لمتر و80 سنتي، زي ما حكينا عدد لفاته 4 لفات. الآن أخواني الكرام معنا الملف الأخير والكبير لهذه الدائرة الجميلة. طبعا هذا الملف بيوصل معنا عمق أقصى لغاية 3 أمتار. إعدادات هذا الملف زي ما انتم شايفين بيضوي العرض لهذا الملف بحدود 55 سنتي ونصف الطول تقريبا زي ما انتم شايفين على السهم الحمر، 100 سنتي يعني متر، عدد اللفات 4 لفات، قطر السلك نصف ملي وممكن نستخدم 4 ملي، 6 ملي، 7 ملي حسب المتوفر. وان شاء الله تعالى اذا عددنا الجهاز بشكل كويس راح يعطينا 3 أمتار حد أقصى. طبعا أنا شخصيا عملته وصل معي لغاية 2 متر و30 سنتي، أحد الأصدقاء وصل معه لمترين و60 سنتي، وفي تجربة اللي شخص آخر عملها وحكى إنه وصل معه ل 3
أمتار. خلينا نشوف معلومات مفصلة عن الدائرة. قبل لا نشوف معلومات عن الدائرة، خلينا نحكي عن العمق للملف الصغير. نسينا نحكيه، اللي هو بيجيب معنى عمق على عملة. هو الملف الصغير مخصص للعملة حقيقة، بيجيب معنى العملة زي ما احنا شايفين، تقريبا من 25 إلى 28 سنتي. طبعا اخواني الكرام، يعني في شغلات بسيطة مهمة جدا وبسيطة بنفس الوقت لازم نحكيها عن هذا الجهاز في اخر الفيديو، خليكم معنا. الان اخواني الكرام، خلينا نفرجيكم الدائرة. الدائرة زي ما انتم شايفين اخواني، عملنا عليها تجارب قبل هالمرة، راح تكون الصور موجودة في موضوع مستقل ان شاء الله تعالى تحت او في رابط اسفل هذا الفيديو. الدائرة واضحة، القيم كلها تقريبا المستخدمة او المكثفات المستخدمة الصغيرة 104، اللي هي 100 نانو. في عنا كثير استخدمنا 10 كيلو، ايضا المقاومات عفوا 10 كيلو اوم. ترانزستور اخواني المجرب اللي هو 2 ان 3904، بي سي 547، ايضا جربنا 2 ان 5551، جربنا السي 1815، جربنا البي سي 546، بي سي 549، بي سي 550. كل هاي الترانزستورات اللي ذكرناها هي ترانزستورات ناجحة في هذه الدائرة. طبعا هون بنوقف، ممكن خلينا نحكي انه ممكن نستخدم سماعات رأس. هون بعد المقاومة 39 الأخيرة ممكن نستعمل سماعات رأس، لكن ممكن نكمل الدائرة أيضا وبيكون الصوت على سماعة عادية مش على سماعات رأس. خلينا نشوف باقي الدائرة إذا بدنا نحولها لسماعات عادية. الآن هاي الدائرة قدامكم على سماعات عادية مش سماعات رأس بهذه الكيفية. القطع واضحة يا إخواني قدامكم، الترانزستورات المجربة واضحة قدامكم إن شاء الله تعالى. أيضا نوع المكثفات. خليني أحكي بس هون في الداخل بجنب الماوس المتحرك، اذا شايفينه هنا المكتوب جي ان دي، هذا يعني السالب، سالب الدائره. جي ان دي سالب الدائره. المكثف 470 مايكرو فراد، ممكن نستعمل بداله 220 مايكرو فراد وبتكون الدائره ناجحه ان شاء الله تعالى 100%. هون مكان الملف الاول مكتوب، وهون كويلتو اللي هو مكان الملف الثاني. الملف الاول الكبير والملف الثاني الملف الصغير. طبعا فينا ايضا تحت هذا الفيديو راح يكون في رابط فيديو كيف نصنع الملف الصغير لهاي الدائرة. خلينا نشوف نموذج اخر لهاي الدائرة نفسها، بتعطيني نفس الانتاج تاع هاي الدائرة. زي ما انتم شايفين اخوان الكرام، الان بدل ترانزستورات على العدد الكبير والقطع استعملنا اي سي 555 ومجموعه من القطع. هون عندنا المكثف 100 نانو استعملناه مرتين، وهون معنا مقاومه 1 كيلو، وبعدين ربطنا السماعه. بهاي الكيفيه، بهاي الكيفيه نستطيع الحصول على الموجه بشكل واضح ان شاء الله تعالى. ومنا روابط اسفل هذا الفيديو اللي هو رابط لموضوع مفصل في الصور الموجوده بالفيديوهات، وفي ايضا رابط لتفصيل صنع الملف الصغير لهاي الدائرة. ونراكم على خير دائما وفيديو آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.